اتكلمتي؟ قريب. طب قولي اسمك. انت اسمك ايه؟ قولي قولي. لبنى. يا حاج شاهين اصحي يا مها. قومي يا مها، لبنى اتكلمت. انا حلمت انه كان في ناس كتير حواليا عايزين يخنقوني وماسكين سكاكين، وبعدين طارق ظهر وانقذني منهم، وكان في واحد بيجري ورا طارق وهو مش واخد باله عايز يضربه في ظهره، وبعدين انا قمت من النوم مفزوعه. طب قوليلي، كان في دم في الحلم؟ مش فاكره. دم انت رهرة؟ ايوه يا ابني، اصل انا اعرف لما يبقى في دم في الحلم بيفسده، ما بيبقالوش معنى. الف حمد لله على سلامتك يا بنتي، والله انا فرحانه ان ربنا استجاب لدعائي. شوفي انت بقالك اهو شهر ويمكن اكتر عندنا في البيت، بس ما فيش صلاه صليتها الا ما بدعيلك ان ربنا يشفيكي. انا هقوم بقى اصلي ركعتين شكر لله وادعي ان ربنا يتمم شفاكي. يا ستي ما جوزك من ساعه ما قام مفزوع جري على الجامع عمال يصلي لها. استني بس، بصي بقى واحدة واحدة كده، احكي لنا انت كنت في ليبيا بتعملي ايه؟ اهلك مين؟ دراستك ايه؟ مش عايزك تبطلي كلام لحد ما كلنا ننام منك. انا ابويا الله يرحمه كان مدرس انجليزي في ليبيا، كان اسمه عبد الرازق، كان راجل طيب الله يرحمه. يا ريت ابويا كان لسه عايش، حاجات كتير كانت هتتغير. انت عارف لو عرفتني وسط اهلي كان ممكن. ممكن ايه؟ تقدم لك مثلا؟ وكان ممكن ارفضك مثلا. بعدين بقى؟ بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما تكوني طلعتي لي من تحت الارض، بقالي شهرين مورايش غيرك. هو انا مضايقاك قوي كده؟ انت فاهمه انا قصدي ايه؟ لا مش فاهمه. انا بقيت مركز معاكي في كل حاجه، عايز اعرف كل التفاصيل عنك، الحلوه قبل الوحش. الدنيا دي غريبه جدا. انا بفكر لما كنتش عرفتك، قصدي يعني عرفتكم، كان ممكن ايه اللي يحصل لي؟ عادي جدا، كنت هتقابلي ناس تانيه ويمكن احسن مننا كمان. أو كنت شفت شر كان هيأذيني. أنا عارفة إن أنا مش هقعد معاكوا هنا كتير. أنت عايزة تمشي؟ لا أنا عايزة أفضل معاك، قصدي يعني معاكوا. معاك ولا معاكوا؟ هو أنت ليه عملتني كده أول ما جيت عندكوا؟ يمكن كنت خايف يحصل اللي أنا فيه دلوقتي. اللي هو إيه؟ لبنى يلا انزلي، عايزيني. يلا جايين. أنا هنزل تحت. بكرة الصبح إن شاء الله في اتنين موظفين هيدولك على الورق. بعد كده بقى مش هيبقى فاضل غير إنه يتختم بخدمة الناس. إيه ده؟ يعني هيطلعوا لها شهادة ميلاد وبطاقة عادي؟ آه، أصلها ساقطة قيد. هنخلص عشاء وننزل على طول. لا على طول إيه؟ أنت هتستنيني ساعتين آخد الشاور بتاعي وأنشف شعري. ساعتين؟ ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعني نازلين كده نشتري شوية حاجات، لكن العجيبة بقى ان الأستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معانا. طب أولا بقى أنا مش نازل معاك، أنا نازل أشتري فستان للبنى عشان تحضر معانا فرح بنت اللي هو خليل. فرح. ايه ده أنت شرق؟ بنات كتير بتجيب في سيرتك. كان عارف يختار منهم واحدة يتجوزها بلا خيبة. سمعة قولي لها. أختك وتهزر معاك. أختي؟ أه قولي لها حاجة. أنا قلت أحسن.
خلاص كلت حصلني عشان عايزك. خير يا حاج؟ لاحظ حاجة غريبة طارق بينك وبين لبنى. مش فاهم. اسمع يا طارق، صحيح لبنى بنت طيبة ولطيفة، بس احنا ما نعرفش عنها أي حاجة، فما ينفعش إنك تفكر. استنى بس يا حاج، ما ده الكلام اللي أنا قلته في الأول. الموضوع اختلف. صحيح هي بنت غلبانة ومسكينة وإحنا بنعطف عليها، بس برضه ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها. أنت نسيت أنت مين؟ نسيت أبوك يبقى مين؟ على العموم يا حاج لسه بدري قوي على الكلام اللي انت بتقوله ده. بدري؟ يعني ممكن تفكر في الموضوع ده؟ انا ما انكرش اني معجب بيها يعني. لا لا يا طارق، من دلوقتي بقول لك لا. يلا نبيل لموا الحاجات دي وطفوا الانوار واتكلوا على الله. ماشي يا باشا. ايه؟ معاك حق. وانا نسيت اقول لك، بس انا هتجوزك. ايه؟ بقول لك هتجوزك، انت سمعتيني. انا اول مره اطلب من حد الطلب ده. مش هتجوزك وبس، انا هتجوزك واجيب منك عيال كمان. ولو فضلتي متنحلي كده هخلف منك دلوقتي. انت اتجننت صح؟ اتجننت. صعيدي بقى. مفيش حاجة يعني دلت انك صعيدي. وقت الغباء هتشوفي. وكمان هتتغبى. انا خايفة. خايفة اعمل لكم مشكلة كبيرة في البيت. انا برضو مش هرد الجميل بالطريقة دي. ايه الهري اللي انت بتهريه ده؟ جميل ايه وبيت ايه؟ انا بقولك انا هتجوزك. تقولي لي بيت ومشكلة؟ يلا يا ماما، يلا. يلا. وابوك؟ ابوك مش هيوافق. مش من حق. بقولك قررت اتجوزك. ما انا كمان ما وافقتش لسه. مش مهم توافق، انا موافق. يلا. الو، ازيك يا لبنى؟ انا الحمد لله كويسه، وانت؟ انا الحمد لله كويس. هو بابا عندك؟ لا عم شاهين لسه ما جاش. هو في حاجه؟ مفيش يا حبيبي. حلف عليا ما تدخلش البيت طول ما انت فيه. كل ده عشان قلت له بس هنتجوز. انا ما كنتش عايزه يحصل الكلام ده. لندا افتحي، لندا لندا